خلصت عطلتك يا شارون. خلص بدكن تقتلوني؟ يا ريت تبعتوا جستي على الأرض المقدسة، لا تدفنوني هون. اطلعوا لبرا. في إلك هدية من جوزيف ديلين. فيلر، شو مات؟ سمعت انك حابب ترجع على تركيا يا شارون. رحب اما ديون الك طول عمري يا جوزيف. كنت بحب أنا أعمل هاي الشغلة، بس أنت عملتها. شكراً لك. لا، ما في داعي تشكرني. لما بتجي فيك تشكر مراد على مدار. هاد ما بشكره إلا وقت بيكون عم بيموت، لأنه عظامه رح تشبعك لعب الجوعاني. معلم، مين رح يهجم بوجود كل هدول الشرطة؟ ما في شي غريب بماتي، ليك الجبال حواليك. ايدك
موقع باني. يعطيكم العافية. الله يعافيك سيدي. سيدي كيف هيك صار؟ شخص انتحل شخصية شرطي على الموتور وقرب من السيارة وقوص. بسلامة عمرك أخي. بسلامة عمرك. شلو صارت معلم؟ كان لابس ثياب شرطي، قوصه هو على الموتور وهرب. مين؟ ما بتوقع يكون كاشف أغلو. ليش؟ شو عرفك؟ ما أنا مقوص على الشرطة. كاشف أغلو ما بيوفر شرطي. بس أنت بتعرف إنه كاشف أغلو بحب الموتورات، ما هيك؟ طيب مو مشكلة، بعدين بنحكي. برأيي مو شغلة كاشف أغلو. بعرف انه بدك تقول كارا، بس كارا مات يا معلم. انا ما قلت هيك شيء. ليش لا يقوس على الشرطة؟ خلص شغلته وراح. مين عملها ما بعرف، بس هي شغلة واحد محترف. هي على الاغلب شغلة مخابرات. رح ندور ونعرفه، ومين ما كان اكيد رح ياخذ جزاه.